مش هاي الأيام مباركة في حياتنا الروحية لأنه عمالنا قلبنا بيستعد حتى بالمحبة. كل ما عودنا ذهننا أنه يفرز أفكار حسنة كل ما كنا نحن بسلام وفرح. كتير مهم أنه نهتم بسلامنا وفي فرحنا حتى نعتني من خلال ضميرنا، نعتني بقلبنا، وهيك قلبنا يقدر أنه يكون في نقاء، لأنه حيث النقاء هناك تأتي النعمة الإلهية حتى تكمل الناقص اللي فينا وتخلينا نشوف معنى آخر للحياة. نحن كتير منحط معاني عديدة لحياتنا ومنفكر إنه سعادتنا هي موجودة بأشياء معينة، ولكن وقتها رح ندرك إنه سعادتنا مش هي في أمور اللي نحن منفكر إنه هي مصدر السعادة والأمان والإطمئنان لإلنا، ولكن الله هو مصدر كل هاي الأمور من الصالحات. قديش مهم في هاي الأيام ونحن نستعد حتى نستقبل عيد الميلاد المجيد ونقدر نحياه في الكنيسة، لأنه كتير مهم إنه احتفالنا بعيد الميلاد زي ما حكينا يكون روحي، ولكن معناته يكون في الكنيسة ومع الكنيسة. كتير مهم لأنه ما منقدر إنه نعيش حدث العيد إلا هون في الكنيسة، هون بالليتورجيا، يعني بالقداس الإلهي، بصلاة السحر، بكل هاي الخدم اللي بتعملها الكنيسة. يعني الجمعة القادمة عندنا ساعات الميلاد، السبت عندنا بارامون الميلاد، الأحد عندنا القديس باسيليوس، قداس القديس باسيليوس، وهلم وجر من أحداث من صلوات اللي بتوضعها الكنيسة في هاي الأيام حتى إيش؟ حتى تخلينا نحيا نحنا الحدث التجسد الإلهي. وتكون كمان في الشمال مع أبونا أثناسيوس. ربنا يكون معكم، يعطيك القوة والنعمة يا ابني حتى تقدر تكون زي طموحاتنا وزي ما انت كمان، لاني بعرف قديش في قلبك وفي ضميرك حب للكنيسة وللعمل اللي اثبته في كل مراحل حياتك، اما في الدير او في التعليم او في الرهبنة وهلأ في الكهنوت. ربنا يكون معك. ابونا رح يعطي القداس.